السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. فنبداو اول حاجه لا فيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فبديت معكم واحد لا فيديو ان شاء الله اللي كنتمنى انها تعجبكم، فيديو اختي بطاقه ايجابيه. فالمهم قلت ما نغبرش عليكم بزاف، واخا غير مره هكا كنحاول انني نخطف لكم واحد الفيديو وسط من الروينه، والحمد لله عليها. فالمهم بديت معكم اختي بالطاقه الايجابيه، ما بغيتش ندور لكم الكاميرا للجهه الاخرى في الاول ديال لا فيديو باش ما نخلعكمش. المهم اختي خلينا في كوزين الطبقه اختي، الحمد لله على خير. فالمهم باقي غتكون ان شاء الله واحد المفاجاه حتى في الكوزينه، ولكن ما غنوريهاش لكم دابا بلاتي شويه. فراكم عارفين الاصلاحات في الدار، راه حتى الكوزينه البنات كتغبر كامله، راه ما كاينش شي قنت اختي ما دخلتش فيه الغبره. على قلت واحد المتتبعه ديالي يا ربي تحفظها لي امي الحاجه، اللي كنقول لك الله يحفظك ليا، ديما مسوله فيا كل نهار تعيط وتسول عليا امي الحاجه، متتبعه ديالي اللي ما شاء الله راه 70 عام في اللاج ديالها، الله يحفظها ويطول عمرها. ديما مسوله عليا مسكينه، كتقول لي كليتي سنيده ولا مازال هي الرمله كتقول لي انا الرمله، راه كنقول لها سنيده، كنقول لها كليتها امي الحاجه وشبعت. اللهم لك الحمد عليها، فرحانه بها وفرحانه بالاصلاحات اللي في دويرتي، ورغم التعب ورغم العيا ورغم كل شيء فالحمد لله على كل حال. فالمهم بديت معاكم اختي بالكوزينه، هذا الفيديو راه مصور في نهارو نهار الحد، اليوم اختي ما صبحوش عندي المعلمين، ورا البارح في الليل درت بالكوزينه، ولكن راكم عارفين واخا هكاك يعني ما كملتش كلشي وصافي. من بعد ما فطرنا دزت باش نكمل، فاش غنقول لكم راه الغبره الحمد لله غادي يبانوا لكم الميكات اختي، كلشي تنغلفوا بالميكات، ومني كنبغي كنعاود نعري ونمسح ونقضي به، ولكن ماشي مشكل ما عندنا ما نديرو. على قولتكم اختي في التعاليق، وبزاف منكم تيقولوا لي دابا ان شاء الله اختي سعاد يفوت التعب، دابا تفوت الروينه ويعجبك الحال وتفرحي بدويرتك. فان شاء الله يا ربي الله يفرحني ويفرحكم ويفرح اي واحد كيتمنى شي حاجه يوصلها يا ربي. صافي هنايا راه كنت غسلت الموينات، المهم ما شاركتش معكم كلشي، دوز على البلاك حتى هو دزت، بغيت نمسح هكا شويه اولا غير ندوز على البلاكارات، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي كتفرحني في البلاكارات الالومنيوم، هي انك كتقدر اختي تغسليهم، كنحكهم ونشللهم ولا نمسحهم ما كنخافش عليهم من الماء. واخا بحال اللي قلت لكم راه كنت قلتها في واحد الفيديو مؤخرا، ولا كيبان لي داك البلاكار نيت اللي كنحك فيه دابا الغونجمون ديال العطريه بدا كيتقشر شويه، ماشي مشكل، كلشي ان شاء الله دابا يتقاد وكلشي دابا يولي هو هذاك، الله يعطينا غير صحيحتنا وكلشي ان شاء الله نقادو. صافي هنا يدوزت عليهم هكا بالحلفه مزيان حكيتهم، وغادي نمسحهم غير بهاد الفيطه هذه باش نحيد عليهم الرغوه، ونضربها بواحد الحكه للكوزينه. الا قلت لكم البنات الكوزينه راه صيقتها في الليل وعاودتها الصباح قبل ما نفطروا، ودابا عاوتاني غنعاودها، واخا كنسيقها سبحان الله العظيم بحال ديك الرمله كتعاود تطلع من الزليج، ما عرفتش اختي منين كتطلع الحمد لله. وصافي صافي غادي نكمل ان شاء الله الجميع، نشارك معكم فين وصلنا في الاصلاحات، حيت بزاف ديال التساؤلات بزاف ديال الاقتراحات، كاين بعض الاقتراحات اللي كتقولوا اليوم ما يمكنش ليا اني ندير بها، واخا كنجاوبكم في التعليق يعني كيعاود يجيني نفس الاقتراح، خصوصا بزاف منكم كتقولوا لي شركي التواليت اعزكم الله مع الحمام، راه ما يمكنش. وانا اليوم في هاد لا فيديو غنشرح لكم يعني وغنوريكم فين وصلنا في الاصلاحات وكيفاش غادا الامور. وها نتوما معايا اختي نضربها بواحد السيقه للكوزينه، راه كنسيق البنات في الكوزينه، حيت راه ملي غنقلب الكاميرا راه غتبان لكم اختي الدنيا كي دايره، ما يمكنش ليا نسيق والمعلمين حاطين السلعه حاطين يعني هذا العود وداك المادري وداك الشيء باش كيخدموا، يعني صعيب عليا انني نسيق.
وكذلك بغيت نجاوب بعض الاخوات اللي كيقولوا لي طلعي لكازا راه كاين زليج. فالمهم البنات راه بزاف عليا بصراحه انني طلعت لكازا باش ناخذ منها زليج وعلى الترونسبور، يعني بزاف غيتقام عليا غالي. انا دابا كنتسنى ان شاء الله حتى الغدا الاثنين، اليوم الحد كيكون كل شيء ساد، وغادي نطلع نشوف ان شاء الله في الرباط. قالوا لي كاين في القامره واقيلا وكاين حتى في لوسيون في الرباط، ونشوف لا ما لقيتش. المهم نشوف حتى في تماره بعدا هاد البلايص قراب ليا ما بعدش بزاف، نقدر انني مثلا نشوف واحد الهوندا ولا هذا ونجيب فيها الزليج. ولكن يعني باش نمشي حتى لكازا بزاف، يعني راه غير الترونسبور راه يطلب ليا يعني واحد المبلغ اللي هو كبير. فالمهم هذه كانت هي بين قوسين غير باش نجاوب البنات اللي كيقولوا لي طلعي لكازا. انا والله ما كرهت، وعارفه ان كازا في الطريق مديونه كنظن، يعني ديك البلاصه معروفه بالزليج ويعني كيكون فيها داك الشيء زوين بزاف. ولكن يعني بشحال غيتقام عليا هاد الزليج باش نمشي له حتى لكازا ونكري له ترونسبور. دابا ترونسبور بحكم ان راكم عارفين يعني ليسانس والمازوت فين واصلين في التمره القليله باش غيجيبوا لك يقول لك واحد الألف درهم، ويا ربي يعني يا ربي يقولها لك لما قال لينا اكثر. ايوا مهم ماشي مشكل، غدا ان شاء الله عاوتاني اختي نلبسوا سبرديلتنا ونخرج نقلبوا على الزليج، حيت ضروري خصني صافي نبدا نتقضى في الزليج، ما بقى والو ان شاء الله الزلايجي باش يدخل. وبحال اللي كيقولوا حاجة الله يقضيها الله، وربي ان شاء الله يكون ليا وليكم عوين. ايوا صافي هنايا دزت كنرجع لامي عنات لبلاصتهم. بغيت اختي نشوف كوزينتي مقاده ومنظمه وخا عاد نهير نمسح كل حاجه ونقاده في بلايصتها، وغدا عاوتاني من يبداو يحلها مولانا. ايوا صافي غادي نكمل ان شاء الله وندوز معاكم باش نكمل معاكم ان شاء الله لا فيديو ديالنا. ايوا المهم الزوينات ديالي قلت اختي غنبدا معكم واحد لا فيديو بعدا نشرح لكم فيها بزاف ديال النقط اللي كتجيني في التعاليق. شكرا لكم انكم كتفاعلوا مع لي فيديو ديالي، كتعطوني حتى نتوما الاراء ديالكم، فالله يحفظكم ليا. واول حاجه اختي بغيت نقول لكم وانا فرحانه بزاف بدينا القبص، والحاجه اللي مفرحاني في القبص هي اننا لقينا اختي المعلم اللي كنت باغياه يخدم ليا دويرتي. ليكم البنات هاد السيد هذا راه ماشي اشهار، الحمد لله مخلصينو فلوسنا، ولكن راه ما شاء الله الاتقان البنات. عرفتوا راه خدم ليا الدار اختي من نهار خدم لي دار اختي، وانا امنيتي ان هاد السيد يخدم لي داري ما نكذبش عليكم، حيت فعلا خدمته غزاله غزاله بزاف. راه اللي دخل الدار عند اختي كيقولنا شكون خدم القبص، راه ما نقولكمش راه داك الحرف كيفاش يبان لكم فيني، راه فنان ماشي قباص، الله يعطيه صحيحته ويرزقو العوين. وطلع ليا حتى انا ان شاء الله دويرتي كيف ما داك الشيء اللي بغيت ان شاء الله يا ربي. فالمهم راه بحال قلت لكم ما دايره لولا اشهار لا والو مخلصين والحمد لله. غير انا فرحت بزاف مني تواصل معاه الزوج ديالي وقال له انه راه غادي يسالي نيت غادي يجي معانا، كان خدام السيمانه اللي فاتت، وقال له هاد السيمانه غنبدا معاكم. جا البارح صاوب السرير طلع السلعه وبدا ان شاء الله في الخدمه، فيا ربي ان شاء الله طلع كيف ما بغيت، وغنشاركها معاكم بطبيعه الحال راه كنشارك معاكم كل حاجه بالتفصيل. فالمهم باش ما نطولش عليكم بالهضره بزاف، بغيت نهضر لكم على الموضوع ديال الحمام والطواليت اعزكم الله. تعاليق كثيره اللي جاتني كتقول لي سعاد شركي الطواليت مع الحمام باش يعطيوك لي سباس، راه ما يمكنش البنات. واخا كنجاوب في التعاليق كيبقاو بزاف ديال التعاليق كيتكرروا على نفس الشيء. بالنسبه للناس انا الطواليت والحمام عندي، انا غندور الكاميرا باش نوريكم. المهم البنات ها نتوما بالنسبه للطواليت اعزكم الله، انا راه عندي محدوده بهذا الحيط ها نتوما، وهنا كاين الحمام. بالنسبه لهذا الحيط راه كاينه من موراه لاكين، يعني راه ما عندناش كيفاش ندخلوا عليه، وهاد لي سباس اللي كيتحل عليها الباب راه كامله الظهر ديال لاكين، فهمتوني. فكنتمنى ان الفكره تكون واضحه، يعني راه ما عندناش كيفاش نشاركوهم. البنات اللي كيقولوا لي ديري هنايا واحد بحال الباب متلت وراه غتجيك، راه ما يمكنش البنات، راه غتسد عليا الكولوارات. ها نتوما ها الحمام، ما تديوش على التهراس كاينه مفاجاه اختي اللي عارفاكم غتفرحوا ليا عليها بزاف بزاف. شفتي ودابا عاوتاني هنا الجنب ديال الحمام راه كاينه لاكين، كاينه لاكين شاده على الطواليت وغدا نيشان ودخلت في الحمام، يعني راه ما عندناش كيفاش نشاركوهم نهائيا. داكشي علاش قلت اختي ندير هكا واحد الفيديو هكا ونوريكم باش تفهموا مزيان. ها انتم يعني هنا لاكين،
مشات لاقين على الحد ديال الباب ودخلت حتى للحمام. ما عنديش ليه الحل نهائيا. وحاجه اخرى البنات، المهم راكم عارفين ان هذا الحيط هذا اللي كان عندي فوق الكنابي السيجور، يعني انا السيجور عندي على شكل ان، كانت عندي التلفازه هنايا، انا هاد لانستالاسيون ديال التلفازه ما غاديش نلغيها، غادي نخليها هكا غير ريزيرف. بعض المرات كيجيو عندك ضياف كتبغي ديري لهم التلفازه ولا هذا، ولكن ما غنستعملهاش، غنغطي لها بواحد الطابلو وغنخليها هكا غير ريزيرف بحال اللي قلت لكم الا جاو عندي شي ضياف. وانا حولت لانستالاسيون ديال التلفازه لهاد الحيط هذا، شفتي البنات؟ فهاد القضيه والله الا جاني عليها واحد التعليق وبقيت كنضحك، قلت سبحان الله العظيم البنات يقراو لي الافكار. فالمهم هنايا فهاد الحيط هذا ان شاء الله غادي ندير التلفازه باش تولي التلفازه منفصلينه مع السيجور. هانتوما دابا ها هو هاد الحيط، انا غنوقف عليه وغيبان لكم ان السيجور ها هو، يعني تولي التفريشه ديال السيجور كامله، اللي جلس هنايا فشي بلايص يقدر انه يتفرج وهو مرتاح، عكس مني كنا دايرينها هنا ديما كيتفرج غير اللي في هاد الكنابي هذا اولا اللي جالس في الصالون. هاد الكنابي بحال اللي كيجلس فيه ما كيقدرش يتفرج، وحنا بحكم ان السيجور يعني هو البليصه اللي كنجلسوا فيها بزاف، قلت من الاحسن ان التلفازه تجي انفاس معاه. صافي وها هو اختي الصالون. فما شاء الله البنات دوك الحيوط، ننصح اي وحده غتدخل على اصلاحات في البيت ديالها وعندها دوك الحويطات تحيدهم. عرفتوا راه واحد ليسباس ما شاء الله ولات كتبان في الصالون، راه ما نقولكمش. عاود سولاتني شي اخت قالت لي شحال عندك في الطول ديال الصالون والسيجور، يعني الحيط كامل من الراس حتى للراس، راه عندي البنات تقريبا شي 7 متر ونص اللي عندي فيهم مجموع ما بين السيجور والصالون. والحاجه الاخرى اختي اللي بغيت نشارك معكم وفعلا فرحت بها بزاف بزاف، يلا نمشي نوريها لكم. والحاجه البنات اللي زادت فرحاتني بزاف فهي انني الحمد لله لقيت اختي بلاصه اولا درت بلاصه الماكينه ديال التصبين. فبزاف منكم كانوا كيبقاو يقولوا لي سعاد يدك مريضه شري لا فيسيل. والله البنات زعما ماشي كنت كرهت انني نشري لا فيسيل، ولكن راه ما كنتش لاقيه لها بلاصه. كنتو كتقولوا لي ديري لها بلاصه هكا في الطواليت اولا في الحمام. شوفوا انا عندي الطواليت اللي كبيره، الحمام عندي صغير، ولكن الطواليت واخا كبيره الا درت فيها كنت فكرت انني نديرها وندير فوق منها لافابو وهذا، ولكن انا ما تيعجبنيش سبحان الله العظيم. واخا دويرتي صغيره الحمد لله عليها حامده عليها الله وشاكره، ولكن ما تيعجبنيش يبان ليا البلايص مشارجين، يعني كون دخلتها للطواليت اعزكم الله حطيت عليها لافابو وهذا غيبان لي داكشي بحال مزير ومشارجي وهذا، فما عجبتنيش الفكره نهائيا. ودابا بحكم اننا بدينا الاصلاح كاين التهراس غتعاود الصباغه، جات الفكره ديال انني نخرج الماء من الحمام بحكم ان الحمام لاصق ليا على بيت النعاس، خرجتها في الحيط ديال بيت النعاس وجريتها مع الحيط وخرجتها للبالكون. البالكون اللي ديما كنت كنشارك معكم دايره فيه واحد الجليسه، راه ما شاء الله غتجيني فيه ان شاء الله الماكينه وغتبقى حتى الجليسه ديالي. فالمهم يعني الجليسه واخا تزير شويه ماشي مشكل، ماشي بحال زيرت شي ركن في الدار ونولي كنخدم فيه اولا كنقضي فيه الشغالات ديال الدار وانا مزيره. هنا كانت عندي اصلا المجرى، يعني ما لقيتش مشكل فين غادي ندير القادوس اعزكم الله اللي كيدوز فيه هكا الماء موسخ ديال الغساله. خرجت دابا غير الماء، الضوء ديجا عندي قريب للبالكو انني غادي ندير لها بريز. وها انا اختي درت بلاصه للغساله ديال الحوايج اولا الماكينه ديال التصبين. هنا راه كنوريكم الروبيني فين درته، ها هو البنات الروبيني ديال الماء. فالمهم ماشي دابا، المهم راكم عارفين مع الاصلاحات صعيبه البنات انني نصلح نبدل الفراش نشري كل شيء، راكم مجربين ما غنحتاجش نقول لكم، غنمشي شويه بشويه. المهم انني نخلي بلايصتها موجوده باش ماشي حتى نصلح عاد عاوتاني نهرس. ونهاري سهل الله ونشري لا فيسيل، غادي ندير لها هنا واحد البلاكار باش غادي ندرقها من الشمس من الشتاء، ونجيب ديك الساعه ماكينه الصابون هنا ولا فيسيل غنديرها في بلاصه ماكينه الصابون في الكوزينه. واختي نمشيو دابا ان شاء الله ندخلوا للكوزينه وهانتوما معايا. وصافي الزوينات ديالي هنا يا اختي، رجعت للكوزينه قلت غادي نطيب هكا الغدا. خرجت باش ناخذ، المهم قلت ناخذ شي حاجه د الحوت، لقيت الشطون لقيتو قليل غير في وسط واحد الصندوق ديال السرديل، قلت له عافاك عزل ليا منو حيت فيه لان البنات كيعجبني. درت له هكا غير الطحين ديال الفورس مخلط مع الفينو شويه ديال الملحه، استفتو هكا في القلايه اولا في الاير فراير، غادي نرش عليه شويه ديال الزيت
يعني مهم ماشي شي حاجه اللي نطول عليكم بها. انا راه كندير له 180 درجه وكنبقى مقابله حتى كيطيب وكنقلبو وكنعاود نقلبو على الجهه الاخرى. وهانتوما البنات راه ما شاء الله كيتكرمل وكيجي زوين صراحه حتى في الاير فراير كطيبوا ليا زوين. رافقتو غير مع واحد السلطه هكا ديال مطيشه والخس والخيار. الله يجعل البركه اختي. هذه هي غديوتنا ما غنزيد حتى حاجه. نتغداو نمشي نرتاح ونرجع معكم ان شاء الله للكوزينه. باغا البنات نصاوب هكا شويه ديال الحلوه. الصراحه شحال هذه ما صوبت الحلوه والله ما نكذب عليكم. عرفتوا لا كامل ولا ريان ولدي كيرغبوني بزاف على الحلوه ديال ريش بوند بالكاكاو والفيرميسيل. هذيك من الحلوه المفضله عند وليداتي. قلت ندوز هكا نخلط واحد شويه وها نتوما معايا. فالمهم بالنسبه للحلوه ديالنا غنصاوب لهم جوج تشكيلات. هذه الوليدات اختي هما اللي طلبوها ليا وسبق لي وشاركتها معكم بزاف د المرات. وعاد غندير واحد الشكيل اخر اللي الصراحه انا تشهيته وقلت غنشاركه معكم وفعلا كيجي زوين بزاف. فالمهم غنعاود نشارك معكم ريش بوند وخا سبق لي وشاركتها معكم شحال هادي غير بالزربه وباش نفكركم فيها حتى نتوما الا كنتو هكا تبغيو تصاوبوا شي حليوه لوليداتكم. اول حاجه درت 3 ديال الحبات ديال البيض وقبيصه ديال الملحه، كاس ديال السكر سنيده بطبيعه الحال، وكاس ديال الزيت. انا غادي نخدم بالفوي باش كيتضرب لي مزيان داك البيض مع السكر ومع سنيده حتى كدوب لي ديك سنيده. وغنكمل معكم ان شاء الله باقي المراحل. فالمهم هاد الحلوه البنات اقتصاديه واخا راه حتى حاجه ما بقات اقتصاديه مع هاد الغلا غير الحمد لله. وخلاص خلاص البيض راه اش غنقول لكم الحمد لله الحمد لله والله يقدرنا على هاد الوقت وصافي. مباشره من بعد ما تخدم لي البيض مع السكر ومع الزيت والقبيصه ديال الملح زدت ساشي بالنكهه ديال الزهر. كتقدروا تزيدوا الفاني غير الصراحه هاد الساشي بالمذاق ديال الزهر كتعطي لهاد الحلوه مذاق زوين بزاف. غادي نحيد الفوي وغادي ندير الباليت. هي اللي كنقول لكم ديما باش كنخدم الحلوه هذه ما كدلكش ولكن كتجمع لينا. يعني المكونات ديالنا راه بسيطه والحمد لله كتكون متواجده في كاع البيوت. وهاد الحلوه راه ما شاء الله راه كانت لقات واحد الاقبال وواحد الاعجاب منكم اللي كبير بزاف. قلت اختي غنديرها ما فيها بس نذكركم بها. ونوضي اختي ما تعكزيش جربي هاد الحليوه كنحتاجوها كحويجات للكوتي لوليداتنا للمدرسه ولا حتى حنايا في الدار في الفطور ولا في الكوتي. ملي كتكون عندنا بحال هاد الحويجات كتنفعنا. وقلت نيت راكم عارفين تيكونوا عندي المعلمين بعض المرات كتبغي تحطي لهم طبيصيل ديال الحلوه ولا هذا فما فيها بس. غنبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه ديالنا. وهنا العجينه ديالنا راه باقا محتاجه شويه ديال الطحين وكنزيد الكاكاو. يعني عاد كنكمل الطحين ما تخليوش الكاكاو حتى الاخر باش ما كتجيكمش العجينه ديالكم بحال لا ناشفه حيت الكاكاو كينشف. كنزيد الكاكاو عاد كنزيد شويه ديال الطحين باش كتجيني العجينه ديالي هي هذيك. انا راه زدت جوج ديال الساشيات كتقدروا ديروا قياس ديال معلقه كبيره. وغنزيد الخماره الخاصه بالحلويات. درت جوج ديال لي ساشي ديال الخماره وراه ما شاء الله البنات هاد الكميه راه كتعطي تبارك الله. صافي غادي نكمل هكا بالطحين. العجينه خاصها تبقى شويه كتلصق في اليد ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف. هانتوما انا كنحاول انني نوريكم القوام ديال العجينه اللي كيكون شويه كيتلصق. شوفوا صافي البنات غادي ناخد شويه ديال الزيت باش ما كتبقاش العجينه كتلصق ليا هكا في يديا. غادي نكورها بطبيعه الحال ونديرها في الطاوه فوق ورق الطبخ. فبالنسبه للكريات ديال الحلوه ديالنا غادي ندير فيهم تقريبا هكا 15 غرام اولا 16 غرام. ما تكبروهاش بزاف البنات حيت كتسيح. يعني كتزيد تكبر شويه ملي كندخلوها للفران. وبطبيعه الحال الفران يكون شويه مسخن من قبل ماشي سخون بزاف. وهانتوما البنات شوفوا ما شاء الله راه غير بثلاثه د البيضات كاس د الزيت وكاس ديال السكر شوفوا شحال كتعطينا. راه واحد الكميه مهمه واهم حاجه راه البنات اللي جربوا هاد الحلوه راهم عارفين كيفاش كتجي. كتجي زوينه ورطبه يعني لو قلنا اختي ريش بوند ريش بوند. صافي هانتوما انا وريتكم حتى الفران انني كنحطاوها بعيده على العافيه. غندير العافيه متوسطه ما كتاخذش وقت طويل راه داغي كطيب. غندوز معكم للشكل الثاني ان شاء الله اختي راه ما غسلتش المول قبلوا عليه. وبالنسبه للشكل ديالنا الثاني غادي ندير 125 غرام ديال الزبده يعني نص رابعه. عندكم الزبده ديال العبار خدموا بها، ما عندكمش راه تقدروا تخدموا غير بالزبده ديال العلب. وغادي نزيد معها هكا نص كاس ديال السكر سنيده. حتى هاد الحلوه البنات انا كتعجبني بزاف بزاف هاد الحلوه. نص كاس ديال الزيت. وبطبيعه الحال راه هاد الحلوه من الحلويات ديالنا اختي القديمه كتذوب في الفم. فالمهم قلت اختي علاش لا ما نفكركمش في هاد الحليوات اللي فعلا كيجيو زوينين بزاف.
وغادي نزيد الفرماج متلت. فراه ما شاء الله اختي اللي كيصاوب حلوه هذا الفرماج راه كيعرف مذاقها شحال كيجي زوين. غادي ندير 4 ديال الحبات ديال الفرماج هكا متلت، صافي ها هما اختي 4 ديال الفرماجات ديالنا. وغنزيد ساشي بالمذاق ديال الزهر اولا ساشي ديال الفاني، نتوما وشنو كتفضلوا؟ غي انا الصراحه الساشي ديال الزهر كتعجبني في هذه الانواع ديال الحلوه. غندير هذه المكونات يتخدموا مع بعضياتهم مزيان، وبطبيعه الحال غادي نخدم النيت غير بالباليت. صافي ها نتوما من بعد ما تخدموا لي المكونات مع بعضياتهم مزيان، وهنايا غادي نزيد قياس ديال 100 غرام ديال الجنجلة اللي حمرته واحد شويه وهرمشته في الهاشوار، يعني بحال حاولت نطحنه شويه في الهاشوار، راه ما كيتسحقش غير كيتهرمش باش كيطلق لنا المذاق ديالو. وغندير 100 غرام ديال الكاوكاو البلدي، يعني داك الكاوكاو الرقيق حتى هو حمرته قشرته شويه، يعني ماشي كله قشرته، وتا هو هرمشته في الهاشوار. غادي نخلي المكونات ديالنا يتخدموا هكا باش يدخل لي داك الجنجلان وداك الكاوكاو في المكونات ديالنا. وغادي نبدا ندخل الطحين. هاد الحلوه ما فيهاش الخمارات، غير باش ما تبقاوش يعني حايرين واش كاينه الخماره ولا ما كايناش. صافي فالمهم يسمحوا لي اليوم ما عبرتش معاكم الدقيق، ولكن ما شاء الله الحلوه راه كيكون باين الخليط ديالها، ما خصوش يجي قاصح لدرجه يبقى يتفرتت لكم، وما تكونش عاود رطبه بزاف كتعذبنا. انا كناخذها هكا تقريبا قياس واحد 16 حتى 18 غرام، وكنحاول نحربلها في يديا وكنديرها على شكل كعبه. المهم كتقدروا ديروها حريبلات كيف ما كتقدروا تشكلوها كيما بغيتوا، ولا كويرات وتضغطوا عليهم بداك المرشم اللي كيقولوا له المرشم ديال البارابول. انا كتعجبني بهذا الشكل هكا كنا كنصاوبوها يعني حتى مع الوالده، فالمهم بقات كتعجبني بهذا الشكل. فالمهم ها نتوما كنعبر هكا، انا درت فيها غير 16 غرام باش ما تجينيش كبيره بزاف، كنحربلها وكنحاول نوقفها على شكل هلال. دخلته من الفران يطيبوا، والحليوه ديالنا ديال الريشبونت ها هي طابت. هنايا خديت الكونفيتير الجاري، يعني الكونفيتير الخاص بالحلوى، خديت هنايا تقريبا القرعه كامله انا درتها هنايا في الكاسرونه. وغادي نزيد معاها الماء زهر، غادي ندير معاها تقريبا واحد نص كاس ديال الماء زهر، غنديرها فوق البوطه حتى كيدفى لنا الخليط ديالنا. فالمهم انا راه هاد الشيء ديجا مشاركه معكم بعدا هاد الحليوه هادي، فغي قلت علاش لا ما نعاودهاش معكم. هانتوما بان لي باقي ناقص شويه الماء زهر، وزدت شويه الخليط ديالنا، ما خصوش يجي يبقى هكا شويه عاقد، وما خصوش عاوتاني يكون خفيف بزاف بحال لميه. غادي نقلو هكا الحليوه ديالنا في داك الكونفيتير وهو دافي والحلوه بارده. فالمهم البنات تسمحوا لي راه ما عند بالي التليفون بقى كيصور وما كملش لي التصوير. من بعد ما كندير الحليوه ديالنا في داك الكونفيتير وهو دافي كنهزها وكنديرها في شي شبيكه حتى كتسقطر، عاد كنديرها في الفيرميسيل باش هكا ما كتفزكش ليا داك الفيرميسيل، وكنحتاج الكميه اللي هي كثيره. وكان هذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا اختي، ريشبوند بالكاكاو والفيرميسيل، غزاله. الشكل ديالنا الثاني اللي هي حلوه ديال الفرماج بالمذاق ديال الكاوكاو والجنجلان، فنتها في سكر كلاصي اللي يكون نوعيه جيده. وكانوا اختي هذو مشكيلات ديالنا ديال اليوم، حليوات اقتصاديين، واخا بحال قلت لكم حتى حاجه ما بقات اقتصاديه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تجربوا اختي هاد الحليوات. وهنا غنختم معكم لا فيديو، غنقول لكم بالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديدة.